احنا موضوعنا النهاردة زي ما انتم مختارينه، ماذا يريد المسيح مني؟ انا اتفكر رأيت يعني ان في ثلاث حاجات اساسية خالص بعتقد المسيح بيطلبها مننا، وعشان كده هقرا ثلاث ايات صغيرين في ثلاث مواضع في الكتاب المقدس. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ثالث معلمنا بولس الرسول الاولى الى تيموثاوس بركاته علينا امين. اطلب اول كل شيء ان تقام طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات لاجل جميع الناس، لاجل الملوك وجميع الذين هم في منصب، كي نقضي حياة مطمئنة هادئة في كل تقوى ووقار، لان هذا حسن ومقبول لدى مخلصنا الله الذي يريد ان جميع الناس يخلصون والى معرفة الحق يقبلون. وايضا من تسالونيك الاولى 4، من ثم ايها الاخوة نسألكم ونطلب اليكم في الرب يسوع انكم كما تسلمتم منا كيف يجب ان تسلكوا وترضوا الله تزدادون اكثر، لانكم تعلمون اية وصايا اعطيناكم بالرب يسوع، لان هذه هي ارادة الله قداستكم. لازم نحفظها، هذه هي ارادة الله قداستكم. اخر اية في سفر الاعمال، واعتقد ان كلكم حافظينها، لما سيد المسيح بعت التلاميذ للخدمة قال لهم يعني هيمتلئوا بالروح القدس، قال لهم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في اورشليم وفي كل اليهودية والسامرة والى اقصى الارض. نعمة الله الاسل تحل علينا. دي تقريبا الثلاث حاجات اللي بحس كده ان ربنا عايزها مني. يعني اولا يعني حكاية ماذا يريد المسيح مني، يعني بعتقد ان يعني يقدر واحد يرد يقول يعني انت مين يعني عشان المسيح يعوز حاجة منك. المسيح مش محتاج لي، لكن انا اللي محتاج له. بنقول له كده في القداس، لست انت محتاجا الى عبوديتي بل انا المحتاج الى ربوبيتي. فالحقيقة هو اللي عايزه مني حاجات تبنيني انا، يعني مش عايز مني حاجات لنفسه، لان هو مش محتاج حاجة، هو لا نهائي وغير محدود، مش محتاج حاجة، مش محتاج حاجة ولا محتاج حد، هو مكتفي بذاته لان هو الاله. بس رغم كده لانه محبة وبيحبني، فهو نفسه ان انا امشي في ثلاث حاجات، والثلاث حاجات دي في النهاية هتبنيني انا وتفرحني انا وبرضه تفرحه هو، لان هو زي اي اب بيتمنى ان ابنه يبقى ناجح، وكل ما ابنه يبقى ناجح هو كمان يبقى فرحان بابنه ده. فانا بتصور ان اول حاجة ربنا عايزها منك ان تخلص. الله يريد ان جميع الناس يخلصون، دي اول حاجة ان تخلص. تاني حاجة ان تتقدس، هذه هي إرادة الله. قلنا الله يريد، مش تقول ماذا يريد المسيح مني، يريد أن تخلص ويريد أن تتقدس، هذه هي إرادة الله قداستكم. يفرح قوي لما أنت تتقدس وتبقى شاب مقدس، تبقى شاب مقدس. والحاجة الثالثة بقى أن تخدم، لأن هنا قال للتلاميذ كده متى حل الروح القدس عليكم ستنالون قوة وتكونون لي شهود، يعني خدام. دي ثلاث حاجات المسيح عايزها منك ومني وكل واحد فينا. واحد انا اخلص، اثنين انا اتقدس، ثلاثة انا اخلص. ولو تاخدوا بالكم تلاقوها انها عبارة عن سلم، او يعني مترابطة الحلقات، يعني ثلاث حلقات في بعض. والحقيقة يعني انا بنبسط لما اشوف الثلاث حلقات، مش حتى يعني متصلين ببعض واحد اثنين في ثلاثة، لا ده ممكن ترسم واحد واثنين وثلاثة كمان داخلة فيهم. يعني الثلاث حلقات دول بيتكاملوا مع بعض، ان كانوا ورا بعض ماشي، مع بعض ماشي، لان اساسيين جدا في حياتك الروحية وفي مسيرتك في طريق الملكوت. واحد ان تخلص،
اثنين انت تقدس، ثلاثة انت تخدم. تقول لي بقى يعني ايه انا اخلص؟ انا تعالى نشوف الكنيسة بتعلمنا ايه. الواحد بيخلص ازاي في الكنيسة؟ رأي الكنيسة عندنا ايه؟ يقول لك نمرة واحدة عن ندك، لان المعمودية اساسية الخلاص. واد هنا بقى المعمودية ايه؟ بالميروس. دي اول حاجة، اول حاجة في الخلاص عن ندك. ونمرة اثنين انك تتوب، لان المعمودية بيطلع الطفل مجرد المعمودية لابس ايه؟ جلابية لونها ايه؟ فستان ابيض، يعني رمز ايه؟ الطهارة والنقاء والتجديد، مش كده؟ لكن لما بيكبر في السن بيبتدي ايه؟ يلوث هذا الثوب الابيض. فالكنيسة رسمت لي التوبة اغسل بيها الثوب بتاعي ده وارجع بيها لنقاة المعمودية. تقول لي طيب في حاجة ثانية؟ اقول لك مش كفاية كده، ده انت كمان هتخلص ان ربنا في يوم القيامة هيغير الجسد بتاعك ده ويديلك جسد نوراني. مش انت عملت ان وتقول الجسد بيخليه نغلط؟ لا اشكر ربنا بقى، ده ربنا هيديلك جسد نوراني سماوي روحاني، ويبقى ساعتها بقى انت خلصت بقى. عشان كده واحد يقول لك انت خلصت، تقول له يا عم ده عملية كبيرة قوي، دي تبتدي في المعمودية وتكمل ايه؟ في التوبة، وتتختم في الاخر بايه؟ تغيير الجسد وتجديد الجسد. الثلاث حاجات. المعمودية ان الام بتجيب الطفل زي ما انتم عارفين، وكان زمان المعمودية بتبقى في الناحية اللي هناك كده، مش كده؟ كان في الناحية الغربية البحرية شمال غرب الكنيسة، وليها باب يفتح على الشارع او على الحوش الكنيسة، وباب يفتح على صحن الكنيسة. وكانت الام بتجيب الطفل وتخش بيه من الحوش، ما يخشش الكنيسة، ما دام مش متعمد ما يخشش الكنيسة، يخش على المعمودية، يشيل الطفل ويخش على المعمودية، وابونا يكون مصلي على المعمودية، وبعدين يقول لها يلا ستي نعمل جحد الشيطان. تقول له يعني ايه يا ابونا؟ يقول لها انا هقول شيل الولد على ايه؟ كتفك الشمال وبص للغرب. يا ابونا ده احنا بنصلي بنبص للشرق. يقول لها معلش بس اسمعي الكلام، تشيل العيل على كتفها الشمال وتبص ايه؟ للغرب. تقول له ده احنا بنصلي. لا بس قولي ورايا، اجحدك ايه؟ ايها الشيطان وكل اعمالك وكل نواميسك الشريرة وكل حيلك وكل جيشك وكل الغرب رمز الايه؟ الظلمة، عشان كده هو رمز الشيطان. فبتبص للشيطان وتقول له انت البعيد ايه؟ اجحدك. وبعدين يقول لها دوري بقى وبص ناحية ايه؟ الشارع، وهاتي الولد على ايدك اليمين، وابتدي يقول ايه؟ اؤمن بك ايها المسيح ونواميسك المعطية الحياة، وتقول قانون ايمان مصغر كده. يبقى هي عملت بدال الطفل، جحدت الشيطان وقبلت مين؟ المسيح. وابونا بيغطس الولد ثلاث مرات في جرن المعمودية، مثال الموت مع المسيح والقيامة ايه؟ مع المسيح. يطلع الولد من جرن المعمودية بقى مسيحي، ونقعد نمدح له ونقول الواد المسيحي ده اسمه كريستيانو، ده مسيحي دلوقتي. ما كانش كده، ما كانش مسيحي. ليه؟ ما كانش لسه مات مع المسيح ولا ايه؟ قام مع المسيح. اصل دي مش ميه، دي ميه لكن مع الميه الروح القدس. هو قال كده ان احنا بنولد من المأوى ايه؟ الروح. فدي ميه ايوه، لكن مع الميه في الروح. فالميه بتغسل بره لكن الروح بيغسل ايه؟ جوه. يطلع الولد نجيس، يطلع ايه؟ مجدد بالروح القدس، ياخد الانسان الجديد جواه ويبتدي يبقى ابن المسيح وابن المسيحية. بقى تيجي الست تقول خلاص اخد الولد، يلا استنى يا ست ده هنشوف ما يروح. يروح ابونا حاطط الولد على ترابيزه ولا حاجه وينشفوه كويس من الميه، وبعدين يبتدي ابونا يرشمه بالمارون، يرشمه كام رسم؟ عايزين نذاكرهم. حد عنده فكرة؟ نعدهم لكم. هتلاقي انهم من اسهل ما يمكن يعني، وليهم حكمة عجيبة جدا. نفسي يعني ركز معايا، هتلاقيهم سهلين جدا جدا. ادي اول رسم، يعني يا رب قدس ايه؟ الفكر.
ادي تاني وتالت رسم يعني على المنخارين، اربعة خمسة ستة سبعة تمام، طبعا مش النضارة العين ماشي. يبقى يا رب قدس ايه على طول على طول، حكمة عجيبة، كنيسة عجيبة جدا. يبقى اول حاجة يا رب قدس فكري، يا رب قدس حواسي، وهو بيقول يا رب قدس حواس الطفل ده بيرسموا الثمان وصلبان صغيرين لكن صليب واحد ايه كبير، بقوا ثمانية دول تسعة وعشرة هنا. يبقى يا رب قدس ايه قلبي، 11 و12 في الصلب، صلب الواحد امتى الواحد بيقف عشان يعمل عشان هيعمل حاجة يعني في يعني يقف وقف ايه ايه اول تلاقي واحد وقف بعد جناحات وده راح فين ده على طول، يبقى لازم جت حاجه في مخه ان هو ايه هيقوم يعمل حاجه. فبنقول يعني هنا رمز الاراده، يا رب قدس ارادتي. يلا تاني، ها يا رب قدس فكري، يا رب قدس حواسي، يا رب قدس قلبي، يا رب قدس ارادتي. دول التاثر دول 12 بس وسهل. ليه بقى الدراعين 12 تانيين؟ كل دراع فيه ثلاث مفاصل، ياخد صليب ورا وصليب قدام، بقوا ستة هنا وستة هنا مش كده؟ ماشي؟ واخدين بالكم؟ لا ثلاث مفاصل، كل مفصل ورا وقدام صليبين، يبقى اثنين في ثلاثة ستة، الدراعين بقوا كام؟ بقوا 12. يا رب قدس ايه؟ أعمالي على طول. والرجلين نفس الحكاية برضه، ستة هنا وستة هنا اللي هم ثلاث مفاصل، يبقى يا رب قدس ايه؟ طريق. بالظبط كده. تعالوا كده نقولهم تاني ونحاول نقولهم براس الصلاة، عشان ساعة ما الكنيسة عملت كده ما كانتش بتعمل كلام وبس يعني. ده أنا بقول ودلوقتي بجدد الكلام ده وأقول له يا رب قدس فكري، يا رب قدس حواسي، يا رب قدس قلبي، يا رب قدس إرادتي، يا رب قدس عملي، يا رب قدس طريقي. دي أول حاجة في خلاص الإنسان. والروح القدس بعد ما دشن الولد ده يروح ساكن جواه. خلاص ده أما تعلمون أنكم إيه؟ هيكل الله وروح الله إيه؟ يسكن فيكم. فخلاص عشان كده بنسميه سر التثبيت، ثبت في الروح والروح ثبت فيه. ده حاجة كبيرة أوي حصلت بقى وإحنا عيال صغيرين، بس إحنا مش دريانين. أدينا اتجددنا واتقدسنا من خلال المعمودية والميرون. المعمودية جددتني والميرون قدس. وضح روح الله ساكن فيه. ده مين ده؟ ده الواد الصغير بقى البريء الطاهر الحلو. مش كده؟ كبر بقى. أول ما يكبر تكثر معاه إيه؟ الخطية. يجي يزعل فالكنيسة تقول له زعلان ليه؟ توب المعمودية واسعة. أما الكنيسة تقول له ما تخافش. ما تخافش. ده المسيح رتب لنا سر تاني اسمه سر التوبة، هدفه ان انت بدموع توبتك تغسل توبك. تقول انا ما بعرفش اعيط يعني ولا حاجه ولا على خطاياي، اقول لك ربنا عايز الدموع اللي دي، عايز الدموع بتاع القلب. مجرد انك تقدم ندم على خطاياك وتعترف امام ربنا وامام الاب الكاهن، تلاقي ايه الدموع الجوانيه دي غسلت نفسك من تاني وجددت فيك فعل المعبوديه. شوف التعبير بتاع القديس يوحنا الدرجي، ثوب المعمودية دنسناه كلنا. حد فيكم ما عملش خطية؟ مش ممكن، عشان ما تدينش حد. كلنا خطاة. طيب ايه الحل؟ قال ما تخافش، دموع التوبة قرن ثاني للمعمودية. واخدين بالكم؟ دموع التوبة ايه؟ قرن ثاني للمعمودية. فقدم انت توبة بالطريقه دي ترجع تاني زي الطفل البريء اللي طالع من قرن المعموديه دي. تقول لي ليه؟ اذا المعموديه والمارون ادي ركن في الخلاص والتوبه ركن. مره واحده يقول لك لا، ده انت طول الحياه ايه؟ بتقدم توبه. الحياه ايه؟ بتقدم توبه. تقول لي حاجه حلوه قوي، ده الواحد يقعد يلخبط زي ما هو عاوز ويتوب، يلخبط ويتوب يلخبط. اقول لك لا لا يا حبيبي، مش معناها كده. ده معناها ان انت بتجاهد انك ما تغلطش، ولو غلطت هتلاقي قدامك ايه؟ سر التوبه جاهز يستقبلك.
انت بتجاهد انك انت ايه ما تغلطش، لكن لو غلطت باب التوبة ايه مفتوح ليك. مش معناها ان يعني حكاية لخبطة وغلط وقلنا ربنا حنين وبيسامح الناس وسامح اللص اليمين. ده اللص اليمين جاهد في 5 دقايق قد ما تجاهد انت طول عمرك وهو على عود السليم. اذا الركيزة الاولى في الخلاص هي المعمودية والميرون، الركيزة الثانية في الخلاص هي التوبة، الركيزة الثالثة هي تغيير الجسد. ان احنا بعد ما تتعمد ما تفلل بنغلط وبنتوب نقول له لامتى يا رب بنغلط، لامتى يا رب بنضعف في الخطية، لامتى يا رب افكارنا تبقى فيها نجاسة، لامتى يا رب تصوراتنا تبقى وحشة، امتى يا رب الواحد يخلص خالص. ما تخافش، يوم ما يقوم الجسد بتاعك هيقوم جسد ايه بقى؟ نوراني لا يخطئ الى الابد. ابي خلاص في مفهومنا الارثوذكس. تقول لي طيب يعني انا مسؤوليتي ايه؟ اقول لك المعمودية ربنا عطاها لك ببلاش وانت عايز كويس. تغيير الجسد ربنا هو اللي هيديه لك مش انت اللي هتعرف تعمله. يبقى مسؤوليتي انا ايه بقى؟ التوبة. مفيش غيرها. ماذا يريد الرب منك؟ يريد منك التوبة. ليه؟ لأن التوبة هي الركيزة الثانية في الخلاص. معمودية خدناها والحمد لله، تغيير الجسد هيديهولنا والحمد لله، يبقى اللي عليا أنا إيه؟ التوبة. وده السؤال الأولاني هسيبه لك عشان ننقل للنقطة الثانية وأقول لك هل أنت عايش في حياة التوبة ولا لا؟ هل انت منتظم في انسكابك قدام ربنا وجهادك ضد الخطية اعترافك عشان ربنا يعطيك حياة جديدة ويجدد فيك فعل المعمودية ولا لا؟ ده اول حاجة عايزها منك المسيح. 2 تقولي طيب انا اشكر ربنا انا يعني بجاهد في طريق التوبة وربنا يساعدني. اقول لك الله يريد منك ان تخلص، ونمرة 2 يريد منك ان ايه؟ تتقدس. تقول يعني ايه اتقدس؟ يعني ابقى بلا خطية؟ اقول لك لا، يعني ان يصير قلبك مخصص للمسيح. تقول يعني اروح الدير؟ اقول لا، لان اللي متجوز برضو قلبه ايه؟ مخصص للمسيح. الانسان العادي في شغله بطلوب منه ان قلبه يكون مخصص للمسيح. المسيح قال يا ابني اعطيني ايه؟ قلبك. الله عايز قلبك، عايز انك انت تكون فعلا ملكه وتكون مخصص ليه. تعرفوا زمان في العهد القديم كان راعي الغنم اما يجي يطلع العشور بتاع الغنم يعمل ايه؟ يعد الغنم من تحت العصاية. هو ما عرفوش يعدوا ارقام كبيرة ناس بسط. فيعمل ايه؟ يقعد يعد بالعصاية كده يدخلها بالحظيرة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 وبعدين نمرة 10 ايه؟ يروح سحب على جنب يقول ده ايه ده بقى؟ ده عشور. 1 2 3 يروح سحب ايه؟ نمرة 10 فيطلع عشور الغنم. العشور دي كان اسمها زمان قدس للرب. تقول الغنم مقدس او يعني مخصص لربنا. انت كمان المسيح هياخدك من وسط الاثار من وسط سكة العالم ياخدك ويخليك مخصصة لربنا. ادي القداسة. زي ما الغنام فرز الغنم العشرة وقال دي بتاعتي، برضو ربنا بيفرزك انت من العالم وبيفرزك انت من العالم ويدوا بتوعي دول ملكي. مش لان انا عايز استولي عليهم، لكن لان انا عايز اسكن فيهم وافرحهم بيا واقدسهم واجعلهم هياكل مقدسة. المسيح يريد منك ان تكون مقدسا، ان تكون وعاء للنعمة، ان تكون هيكلا لحلول الروح القدس. لسه احنا قايلين ان الروح القدس حل فينا في الميرون، مش كده؟ طب المسيح يسكن فينا امتى؟ ها؟ ردوا بقى. امتى يسكن فينا؟
كده على طول. عشان كده الولد بعد ما يطلع من قرن المعمودية والميرون على طول امه بتجيبه فين؟ بتجيبه عشان يتناول. خدوا بالكم، كان هو في الغرب جابته فين؟ في الشرق، وكان هو في الشمال جابته في اليمين. ودلوقتي بقى ابن النعمة وابن الملكوت فيتناول بقى. تقول لي طب والاب؟ اقول لك ما تخافش، ده الاقانيم مش بينفصلوا عن بعض، ده كلهم مع بعض، كلهم اله واحد، ثلاثة في واحد. فالسيد المسيح بيحل فينا بالتناول، لان الكتاب بيقول من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وانا فيه. تقول لي طب والاب؟ اقول لك برضو الاب بيسكن فينا، لان المسيح قال لنا من عنده وصاياي ويحفظها انا احبه وابي يحبه واليه ناتي وعنده ايه؟ نصنع منزلا. فربنا كله بقى ساكن جواك. شوف انت بتاخد بركه قد ايه، شوف انت بتاخد مجد قد ايه، شوفي انت تبقي اخدتي كرامه قد ايه لما المسيح بقى جواكي، ربنا بقى جواكي. انت تبقى ماشي في وسط الشوارع بتاع الحتة هنا وحاسس ان انت صحيح اسمك سين من الناس، لكن الصراحة انت سين زائد المسيح. اللي ماشي دلوقتي في الحارة المسيح اللي جوه سين، اللي راح دلوقتي المدرسة او الكلية المسيح دخل فصل سنة تالتة اول وقال لا ولا لا مش هو كده؟ قاعد يقول لي تالتة سادس، طب حاضر تالتة سادس. حقيقي حاول تتصور معايا ان انت ابتداء من النهاردة انت مش مجرد انسان، انت انسان الهي. خطيتيه اللي تذلك، انت اللي بتسيبها تذلك لانك بتتخلى عن اللي جواك الهك. فلوس ايه اللي تشتريك؟ ده انت جواك كنز لا نهائي هو ربنا. كرامة ايه اللي تدور عليها؟ ده انت الامير المالك ابن المالك العظيم ربنا يسوع، مقدس مخصص مكرم مدشن هيكل سماء. ماذا فعل الرب مع مريم العذراء؟ كل اللي عمله انه سكن فيها ام سميناها السماء الايه الثانية. انت كمان ممكن تبقى سماء ثانية. عشان كده الست العذراء تلاقيها دايما شايلة سيد المسيح على دراعها الشمال، تقولي ليه؟ عشان هي تبقى على ايه؟ على يمين، وقامت الملك يعني الملك، والمفروض تبقى واقفة مش قاعدة عشان عارفة ان هو الاله بتاعها، وتبقى لابسة طرحة زرقاء وفيها نجوم. رمز ايه بقى؟ السماء الثانية. انت هتبقى السماء وانت هتبقى السماء. يا ريت المسيح يشبعنا بالكلام ده، يا ريت نعيشه، يا ريت نتمتع بيه. انت هتنزل الصبح صليت جزء صغير كده من صلاة باكر واتطمنت على يسوع اللي جواك ونزلت شغلك ومدرستك وجامعتك. انت مش مجرد انسان بعد النهاردة، انت انسان الهي الله ساكن فيك. هتبص تلاقي نفسك ايه؟ بسهولة تكلم ربنا، يعني بينك وبينه وخلاص ده جواك، وبسهولة تسمع ربنا، ما تبطلش تقرا الانجيل لان هو كلام ربنا مش الانجيل، وبسهولة تقتني ربنا جواك لانك بتتناول باستمرار. منك ان تتقدس. انا مش عايز ازودها واقول لك ان تتألى. تقول لي ايه يا اكبر؟ اقول لك معلش بلاش الكلمة دي، رغم انها كلمة ابائية، كلمة اثناسيوس العظيم. قصده يعني ان تصير ايه؟ مسكنا للاله، وعاء للروح القدس، بيتا لسكنة الرب. الله يريدك ان تتقدس. كل ما تقرا الانجيل تتقدس، كل ما تصلي تتقدس، كل ما تتناول تتقدس. هذا القداسة. تقول يعني ما عملش خطية؟ اقول لك ما قلت نفسي كده. هتعمل خطية، هتتزحلق وتقع، اما تعمل اسلحتك دي ها تتزحلق وتقع، بس بسرعة ايه تروح راجع. انتوا مش فاكرين بطرس اما كان مع السيد المسيح وماشي على المية كده ولا لا؟ كان بينه وبين المسيح خطوات، وكان شايف المسيح قدامه وماشي على المية، ماشي يعني منتصر ومقدس وحلو قوي قوي قوي. لكن اول ما بص للريح ابتدى ايه؟ يغرق. طب لما ابتدى يغرق المسيح سابه؟
لا، اول ما صرخ وقال له يا رب نجني، راح السيد المسيح ايه شاحه من ايده وطلعه تاني ومشي فوق المية تاني. انت هتعمل كده. تلاتة، ان تخدم. تقول لي يعني فارغ احد؟ اقول لك يا ريت. ماليش في خدمة الكلمة والوعظ، مش مهم. ممكن تخدم خدمة الصلاة. ايه الصلاة؟ يعني انت تقعد كده وتصلي من اجل اجتماع النهاردة عشان خاطر يعني كتير مننا يفكروا انهم يروحوا بعد كده بسرعة يعترفوا قدام ربنا وقدام ابونا ويتناولوا. صلي عشان كده. فانت كده لما تصلي تحيي كنيسة بحالها. الخدمة ما تحياش بذراع بشر ولا بفلسفة بشر ولا كل واحد عامل نفسه ان هو ايه اللي هيقدر يعدل الكون. الكنيسة والخدمة تصلح وتصح لما تسلمها ربنا وتصرخ لربنا وتقول يا رب استقبل الكنيسة من اول اسكندرية لغاية اسوان وحتى اللي في المهجر استقبلهم يا رب. صلي. ممكن تخدم الكلمة انك تخش فصل عباد قدام وتطلع خادم كلمة. يا ريت. وممكن تخدم خدمة الصلاة. وممكن تخدم خدمة المحبة. يبقى دورك انك انت تقدم المحبة للناس. بهذا يعرف الجميع انكم تلاميذي. انت يا رب ان كان لكم ايه؟ حب بعضكم لبعض. محبة. يبقى انت ماشي عبارة عن ينبوع محبة وسط اخواتك في البيت وفي المدرسة وفي الجامعة وفي الشغل وفي كل حتة. كل الناس يقول لك فلان ده ينحب، فلان ده حلو. ده انا قبل ما اطلب منه الخدمة الاقيه هو اللي بيعرضها عليا، ومجرد ما غبت يوم جه يجري عليا يقول لي انت غبت ليه؟ كان في حاجة؟ قلت له اذا كان شويه برد كده وكسلت. لا سلامتك يا سلام. المحبه المسيحيه، المحبه العمليه، لا نحب ايه؟ بالكلام واللسان ولكن بالعمل. ممكن تخدم خدمه المحبه. في اخبار بره في مصر الجديده اسره اسمها اسره المحبه. انا كده اول عن اخر. رحت قعدت مع بتاع ايه؟ قال لي شغلتنا نروح القرى نخدم القرى المحرومه لو احتاج حد يكلمهم عن ربنا، ونخدم الفقراء. هما طبعا عيال مصر الجديده بقى يتهيألكوا انتوا انهم عيال مرفهين كده وبتاع. ابدا زي الفل. يروح يلاقي نفسه لازم يقعد على الارض ولا يقعد على حاجه كلها تراب ولا ياخد له برغوتين ولا حاجه. فصدقوني كده. وهو شاب مرفه جدا وهي شابه مرفهه جدا. يجي لك الله امال دول ايه؟ ما دول ولاد المسيح، لازم افتقدهم اسيبهم كده ياكلهم الشيطان. مين اللي بيدور عليهم؟ احنا اللي ندور عليهم. محبه. قدم انت المحبة في كل ظروف. تقول لي انا بصراحة غلبان قوي، لا انفع في الكلمة ولا في الصلاة ولا في المحبة. اقول لك طيب خليك قدوة بس. خليك انجيل نمرة 5. تعرف يعني انجيل نمرة 5؟ في عندنا كام انجيل؟ متى ومرقس ولوقا ويوحنا والقدوة. حاجة اسمها الانجيل المتحرك، ان الناس تشوف فيك صورة المسيح. يعني لا هنطلب منك حاجة ولا بتاع، خليك حلو كده في وسط الناس. في البيت كلهم يقولوا لا فلان بقى حاجة تاني، نشكر ربنا بقى حلو قوي. في الشغل في الجامعة اصدقائك بتاع لا فلان اتغير ده غير زمان، السنة دي ولا السنة اللي فاتت. يعني والله العظيم تغيير. ايه؟ يعني كله وداع وكله طهارة وكله قوة ويحب الناس ويخدم الناس وصوره حلوه، صوره مسيحيه حلوه. يا ريت كتير من النوع ده. طب ما انتوا لازم تبقوا كلكم من النوع ده. لان الله يمكن ان يخدم بك وانت مجرد قدوه صامته. فاكرين يا جماعه احنا بنحتفل بانطونيوس. دي انطونيوس قاعد مع وسط ولاده، كل واحد من الرهبان بيساله سؤال وانطونيوس يجاوب، يساله سؤال وانطونيوس يجاوب. قعدوا ساعات طويله. واحد من الرهبان قاعد صامت تماما. فقام بنطلس قال له يعني مش تسال حاجه؟ ما عندكش اي سؤال تساله؟ فاكرين قال له ايه؟ كده برافو عليك. وقال له يكفيني النظر اليك يا غنى. قدوه كفايه بس يبص على انطونيوس ويتعلم. تعالوا كده لولادي
واحنا يعني بنحتفل النهاردة بنيحة العذراء، بكرة بابا انطونيوس، نبص كده للناس دول ونقول يا رب واحد اريد ان اخلص، اثنين اريد ان اتقدس، ثلاثة اريد ان اخدم. انت عايز مني كده؟ ده انا اللي عايز كده. لو ما خلصتش يخسر اهلك، لو ما تقدستش عايش في النجاسة، لو ما خدمتش مش هبقى من الملكوت. يا رب انا عايز الثلاث حاجات دول، انت عايزهم مني؟ لا لا مؤاخذة بقى، انا هقلب الآية واقول لك انا اللي عايزهم منك. من فضلك اعطيني الخلاص، من فضلك اعطيني الخلاص القداسة، من فضلك اعطيني الخير. كيف اخلص؟ معمودية وميول، ها توبة، تغيير الجسد، نعمل صح ميرون وصح على تغيير الجسد، مش بتوعنا دول، انا بتوعنا جدد يلا عهدي ومع ربنا لله. اثنين، عايز اتقدس يا رب وابقى هيكل لسكناك، صلي كتير، اقرا الانجيل كتير، اتناول كتير. ثلاثه، عايز اخدم يا رب قدام خدمه الكلمه، قدام خدمه الصلاه، قدام خدمه القدوه، قدام خدمه المحبه. واذا اخترعت اي نوع خدمه تاني هنقول لك وماله حلو، لان ربنا عايز كل واحد فيكم وكل واحد فينا يبقى خادم، والا فانا مسيحيته مهزوزه، مسيحيه مكسوره، لازم يبقى خادم في اي نوع من الاربعه دول او اي نوع تاني من الخدمه، لان الخدمه بابها واسع جدا جدا جدا. يعني يمكن واحد خدمته الوحيده تكون انه ينظف الدكك، واحد خدمته يطلع الميكروفون، واحد خدمته يفتقد، واحد خدمته يضرب موسيقى، واحد خدمته يعمل نشاط رياضي، بس كله بطريقه روحيه كويسه، كلها خدمات حلوه، كلها خدمات حلوه. الستاره انك انت تحط قدام عينيك الثلاث اهداف دول طول العمر، يا رب يسوع اريد ان اخلص، يا رب يسوع اريد ان اتقدس، يا رب يسوع اريد ان اخدم. يا ريت كده كل واحد فينا يصلي الصلوه دي لليلادي ويطلبها من المسيح عده مرات كده، وربنا قادر ان يعطينا هذه الحياه لمجد اسمه ولخلاص نفوسنا ولفرحة حياتنا، له المجد الدائم من الآن وإلى الأبد.